ناوي أدخل طب بشري في جامعة القدس. جامعة القدس وتمريض إن شاء الله. إن شاء الله يا هندسة يا طب. إن شاء الله هندسة. كتير مبسوطة صراحة، يعني ما بعرف شو أحكي، بس لا جد فرحة لا توصف، شعور لا يوصف، يعني جد احلى شعور ممكن الواحد يعيشه. يعني شعور يعني مختلط كثير اشياء، من امي لابوي لاهلي لحياتي الجديده ايش راح تصير. فرحه بعد 12 سنه على بطول السنه دراسه يعني، واجيب المعدل الحمد لله رب العالمين.